هذه الأحداث وهذه المنافسات على بركة الله وتوفيقه ينطلق هذا الشوط حاملا معه شوطنا 13 والمخصص للقعدون لسن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات. هذه الرحلة المنطلقة، هذه الرحلة الحاضرة والقادمة هنا بتواجد هذه الشعارات وهذه الأسماء التي تبحث عن الانتصار وتبحث عن الناموس، ونحن بدورنا دائما نبحث عن المراكز الأولى. أتابع البداية وأرصد عون يا عون، الله يعينك على الامتار الجاية الجابري، سالم بن سعيد بن غفار الجابري الذي يدفع بهذا الاسم، ولكن التغيير ولكن الهجوم المبكر هنا من متعب الحاضر هنا القادمة في هذه الانطلاقة والحاضر عفوا هنا شوط الابكار 13 الحاضر بتواجد هنا نخبة الاسماء والانطلاقات الحاضرة مع هذه. اشوف التغيير هناك واللي قادت المسيرة واللي انطلقت بالمركز الاول لتكون حاضرة ومنطلقة هنا بالصدارة الذيبة، حميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي الذي يدفع بهذا الاسم، ابناء السلطنة حاضرين وقادمين بالمركز الاول. المركز الثاني القادمة والحاضرة هنا مزنا يا مزنا اهالي العوير، راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي من يقدم مزنة هذا الشعار ليتواجد هنا بالمركز الثاني. اما ثالثا الحاضرة متعبة لسليمان بن سعيد بن علي الجحافي الذي ياتي بهذه الانطلاقة وبثالث المراكز. رابع الاسماء صوغة علي بن محمد بن ناصر الشامسي الذي يدفع بهذا الاسم، اما رابعا اللي وصلت اللي تدخلت وصلت عزايم بعزيمة هذا الشعار عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي وصل مع المركز الخامس. سادسا غدير الصغير بن سالم بن حميدي الاكتبي الذي ياتي مع غدير مع سادس المراكز. وسابعا اللي واصله اللي حاضره القادمه متعبه سعيد بن علي بن سليم بن سليمان العمري من ياتي مع سابع المراكز. وثامنا اشوف اللي تدخلت اشوف اللي بدات بالهجوم هنا في هذه اللحظات هنا فاريا بشعار الوهيبي راشد بن نافع بن سعيد الوهيبي مع ثامن المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، هكذا هو التحدي. اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، اعود الى القيادة الى الريادة الى التغيير. يلا يا عزايم، يلا يا بن منانة، يقدم هذا الشعار الكبير عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي. اهالي زعبيل حاضرين وقادمين بهذه الانطلاقة ثاني المراكز. اشوف اللي وصلت اشوف اللي حضرت او بدأت بالاندفاع. هنا القادمة مسون هادب بن احمد بن سالم بن سيف الجابري الذي بدأ يشن الغارة على المراكز الاولى. اما المركز الثاني القادمة والحاضرة هنا ضاريا يا ضاريا راشد بن نافع بن سعيد الوهيبي وصل مع ثاني المراكز. وهنا القادمة ايضا والمتدخلة في هذه اللحظات منصورة يا منصورة علي بن حارب بن ضحي المنصوري باحثا على الانتصار. محارب صاحب الميدان والأرضية الكيل الأخير الكيل الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي متحرك روح يا
يلي تبى الناموس، يلي تبى الانتصار، لا زالت الصدارة هنا مع مزون التي تكحل العيون. هنا هادم بن احمد بن سالم بن سيف الجابري القادمين الحاضرين، منصورة مع المركز الثاني، علي بن حارب بن رضحي المنصوري، وثالثا الواصلة هنا الظبي، سلطان بن مبارك بن سويد بن راجع الافتبي. ولكن مزون تغادر بالناموس بالانتصار. الجابري من يطير، من يحلق بالمدرج رقم واحد بالمركز الاول، راح بالانتصار. مزون يا مزون، من تكحل العيون بهذا الاداء الجميل. الجابري سلام يا الجابري، سلام سلام مزون، سلام. دهانينا والناموس مالك مزون، هادم بن احمد وسالم سيف الجابري من انتصر بهذا التحدي. المركز الثاني كان وصول المتابعون الاعزاء هنا مع هذه الانطلاقه، الظبي سلطان بن مبارك بن سويد بن راد الكتبي، وثالثا كان وصول المتابعون الاعزاء الشايبه سعيد بن محمد الكليري العامري، ورابعا وصول مع هذه الانطلاقات والتحديات والصراع حتى الرمق الاخير هنا فايل راشد بن نافع بن سعيد الوهيبي، وخامسا الوصول مع هذه الانطلاقة هي الوطن علي بن عناد بن عبيد الخاطري. هكذا هي النتيجة وهكذا هو التحدي متابعونا الاعزاء في كل مكان، الصراع الاقوى، الصراع حتى الرمق الاخير مع هذه الانطلاقات والتحديات. ولكن مدون من غادرت بالناموس والانتصار لتهديه الى مالكها، هادف بن احمد بن سالم بن سيف الجابري من قادها نحو الناموس والانتصار. وهنا اللقطات الجميلة التي تشاهدونها متابعونا الاعزاء عبر قناة الوسطى من الزيد الناقلة لهذه الاحداث وهذا المهرجان وهذا العرس التراثي الحاضر هنا في إمارة الشارقة. وهنا اللقطات الجميلة كما تشاهدون هنا من منصة هذا الميدان، ميدان الزيد، الحاضرين في هذه الانطلاقات. وهنا الإعادة لشوطنا الماضي ومزور من انفردت بهذا الأداء الجميل والتحدي لتكون حاضرة بالكادر العلوي. وهنا اللقطات الجميلة من مخرجنا أسعد أبو الغطا، له جزيل الشكر والاحترام والتوقيت الزمني الحاضر مع هذه الانطلاقة لكي تكون حاضرة بهذا الأداء وبهذا الانفراد. هنا خمس دقائق بلا شك ربما تأتي بتوقيت مميز بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الحاضرة متابعونا الأعزاء. خمس دقائق توقيت مزون و54 ثانية و34 جزءا من الثانية. سلام مزون، سلام. هادم بن احمد سالم بن سيف الجابري لك التحية والاحترام من ظفر بناموس على التحدي. ثاني المراكز متابعون الاعزاء اتت بهذا الاداء الجميل لتكون حاضرة بتوقيت مقداره 5 دقائق 57 ثانية، 52 جزء من الثانية عفوا، هو توقيت متابعون الاعزاء صاحبة المركز الثاني مكانة حاضرة. هنا الظبي سلطان بن مبارك بن سويد والراشد على اكتبي، والتوقيت صاحب المركز الثالث 6 دقائق 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحبة المركز الثالث هي الشايبة سعيد بن محمد الكليلي العامري، تهانينا والناموس.